أهلا بكم مشاهدين إلى أبرز الأخبار في دقيقة. المتحدث باسم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن يقول إن ميليشيا الحوثي تزج بالنساء في ساحات المعارك. زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر يأمل ألا تتدخل إيران في الشأن العراقي. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي يتفقان على حتمية نزع كوريا الشمالية لسلاحها النووي. أيضا في أخبارنا، موسكو تطالب شركة أبل بحذف تطبيق تيليجرام في روسيا. جوجل تمنح طالبا مبلغ 36 ألف دولار بعد عثوره على ثغرة أمنية في محرك البحث. مسجد شرقي العاصمة البريطانية لندن يقبل أموال الزكاة والصدقات بالعملات الرقمية خلال شهر رمضان. وفي أخبارنا الصحية، علاج جديد لأمراض السرطان من لفياغرا ولقاح الإنفلونزا. وأخيرا في الرياضة، محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي سينتقل يوم الثلاثاء إلى إسبانيا للعلاج من إصابته يوم السبت الماضي.